مقدر ياسر، سؤالين. انت الشعار بتاعك في الحملة الانتخابية هو الامل والتغيير، ده بتاع اوباما. هل انت معجب باوباما ولا متفائل به؟ ده السؤال الاول. الثاني، اذا فزت بالانتخابات برئاسة السودان، علاقتك بسلفاكير بتكون كيف؟ هتبقى الرئيس بتاع سلفاكير ويكون نائبك ولا شنو كيف؟ جيد. اولا نحن كحركة شعبية قبل اوباما نحن جينا برؤية السودان الجديد قبل 27 عام. ابحث الاستاذ الدكتور ابراهيم دقش اين كان اوباما قبل 27 عام، وانا انضميت للحركة الشعبية قبل 24 عام، ولدي تاريخ في العمل السياسي يمتد ل 31 عام. نحن نقدر بضاعة اوباما. اوباما من انتاج امريكي وانا من انتاج سوداني. لدي اعجاب بشعب السودان واتى به شعب السودان. شعار التغيير رفعناه في مؤتمر الثاني للحركة الشعبية، وكنا نقول سلفكير للتغيير، موجود في الصحافة، يجب ان تذهب اليه. ايضا نحن شعار الامل وحملتنا تسمى حملة الامل والتغيير، ولذلك ايضا نحن يمكن ان ناخذ من الاخرين، يمكن ان ياخذوا مننا، العالم عالم مفتوح، لكن لسنا تابعين، نحن ما تابعين لاوباما ولا بتحركنا دوافع اوباميه، تحركنا دوافع سودانيه خالصه، انتمانا للقضايا وانتمانا لرؤيه السودان الجديد. اعتقد انها كانت ابعد بكثير من دخول اوباما لمسرح السياسه. ربما اوباما كان طالب في الثانوي حينما نحن قدمنا وقدم القائد الكبير الدكتور جون غرانغ ديمابيور رؤية السودان الجديد. علاقتي مع سلفكير علاقة واضحة ولا تحتاج إلى تعقيدات. في بلدان كثيرة في العالم فيها رؤساء أحزاب وفيهم بعضهم أصدقاء للمؤتمر الوطني مثل تركيا، وأنا بعتقد أن الطريقة الأردوغانية أحسن من الطريقة الطالبانية بتاعت المؤتمر الوطني. فطيب أردوغان هو رئيس الحكومة، قبلها كان جول هو رئيس الحكومة، بينما طيب أردوغان كان رئيس الحزب. أيضا في جنوب أفريقيا جاكوب زوما موتلينسي بعد أن ذهب الرئيس تابو مبيكي، موتلينسي كان الرئيس وجاكوب زوما كان رئيس الحزب. سلفكير هو رئيسنا في الحزب وانا ساكون رئيس الدوله ورئيس سلفكير في الدوله وهو رئيسي في الحزب، وللدوله دستور ونظم وللحزب دستور ونظم، بل بالعكس وجودي من حزب واحد مع سلفكير سيسهل المهمه. الان الرئيس البشير والنائب الاول هم من حزبين مختلفين، البشير وسلفا لا يغرون من نفس الصفحه، لديهم مشاكل. بالعكس انا ارى انه الدوله ستكون، اذا كان الخوف على انه الدوله ما تسير بشكل متناغم ومتناسق، الان الدوله من حزبين مختلفين وما بتمشي بالشكل الجيد اللي السودانيين دايرينه. انا المهمه اللي بواجهها السودان بتحتاج لشخص مثلي. المهمه الاولى هي انه الجنوب ما يمشي، ما يتفصل، دي مهمه عظيمه. وجود شخص من شمال السودان ومن الحركة الشعبية، والحركة الشعبية تجاوزت، المفاجأة كانت انه الحركة الشعبية في الكمبيوتر والديسكيت والويندوز بتاع بعض الناس كانوا بيعتبروها حركة مسيحية جنوبية، جاءت بشخص مسلم من شمال السودان، دخل ناس اللي يمشوا يشتروا ويندو جديد عشان يفهموا به ما يدور داخل الحركة الشعبية. اعتقد لن تكون هنالك اي مشكلة، بل بالعكس هذا سيدعم ويعضد المهام التي تجابها السودانيين وعلى رأسها الوحدة الطوعية. أنا بفتح